أهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي قناة الصحة والجمال ومتابعينا في كل مكان. في البداية كده أحب أن أنا أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويا رب يكون عيد سعيد علينا وعلى كل الأمة الإسلامية بخير يا رب، ويشيل عنا الوباء والبلاء يا رب إن شاء الله. النهاردة حلقة جديدة من برنامجنا اليوم المفتوح، ومعانا أول فقرة في البرنامج لايف كوتش. النهاردة هنتكلم مع دكتور مع الأستاذ دكتور عبد الله ربيع، لايف كوتش وخبير العلاقات. هنتكلم إزاي إن إحنا نطور العلاقات الأسرية في إطار الظروف اللي إحنا بنمر بيها في الوقت الحالي. وتاني حاجة عايزين نعرف يعني إيه لايف كوتش، عايزين نعرف كل مشاهدينا في البداية يعني إيه لايف كوتش، وبعدين نتكلم عن إزاي إن إحنا كمان ما نصابش بطاقة سلبية أو نصاب بفوبيا في إطار الذعر والخوف من الفيروس المنتشر في مصر دلوقتي اللي هو فيروس كورونا. وده هنعرف كل ده هنعرفه، وازاي نطور العلاقات الاسريه في البيت ان احنا ما يجيلناش ملل، ازاي ان احنا نرتبط باسرتنا اكتر من اللازم، ازاي ان احنا نطور العلاقات، ازاي نستخدم السوشيال ميديا في تطوير علاقه الاسر ببعضها. كل ده هنعرفه مع دكتور عبد الله ربيع. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. ازيك؟ منورنا في قناه الصحه والجمال. تسلمي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وكل الناس طيبه يا رب. واحنا النهارده بقى بنتكلم بمناسبه يعني الظروف اللي احنا فيها، وبمناسبه ان احنا في العيد، ويا رب كده الناس ما يجيلهاش اكتئاب ويبقى عندها طاقه ايجابيه، ونفرح بالعيد برده عادي جدا، مش هيأثر في اي حاجه، بالعكس احنا هنصلي في البيت وهنفرح مع اسرتنا وهناكل الكحك وهنتبسط. بس في البدايه قبل ما ندخل في النقطه دي هنتكلم عن ازاي، عايزين نعرف الساده المشاهدين لايف كوتش. تمام. فكرة الكوتشنج في العالم من المهن المهمة قوي، لأنها متخصصة في رفع وعي الإنسان. يعني نقدر نقول ببساطة أن الكوتشنج هو شراكة ما بين الكوتش والعميل بتاعه بهدف أو بغرض رفع وعي المستفيد أو العميل. طيب بنتعامل مع مين؟ بنتعامل مع بني آدم سوي نفسيا عنده القدرة على اتخاذ قراراته، ولكن محتاج يرفع درجة الوعي بتاعته، لأن سبب من أسباب كل مشاكلنا في الحياة، مشاكلنا النفسية، هي الوعي المنخفض. فوعينا المنخفض بيخلينا ناخد قرارات غير مناسبة في أوقات غير مناسبة، صح. أشياء مش مناسبة بالنسبة لنا ولظروفنا، فبنبدأ في النهاية نلاقي نتيجة سيئة ونتيجة سلبية. الكوتشنج هنا بيجي دوره أنه من البداية خالص يرفع وعيك، فيخليك تتجنب أنك أصلاً تخش في كل الصراعات والنزاعات دي. طب يعني هو دوره أنه هو بيوجه الشخص يعني الاتجاه السليم، او ان هو ما يندفعش في اسلوبه، في ان هو لما يجي ياخد قرار ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط. لا مش بالظبط، لان مش دور الكوتش انه يوجه او اقول لك تختاري ايه او ما تختاريش ايه. نقدر نقول ان انا مرايتك بمعنى ادق واوضح، خليك تشوفي الصوره بشكل اوضح وسليم، تختاري الاختيارات المناسبه بالنسبه لك انت من وجهه نظرك انت. لان الحلول اللي انا ممكن اختارها ككوتش تتوافق معايا انا ومع ظروفي وحياتي، مش بالتبعيه ومش بالضروره لازم تنفعك او تنفع اي حد من الناس اللي بنشتغل معاه. فعشان كده انا برفع وعي حضرتك بتقنيات وادوات، وبعد كده دورك انت بقى. انا وقفتك قدام مرايه نفسك. بيرجع نفسيا يا دكتور كمان؟ نعم. يبقى عامل نفسي؟ ايه يعني نفسي؟ يعني حضرتك لما تيجي توجه الكلاينتس او الشخص، مش ده بيرجع لنفسيته ان هو يتقبل المعلومه من حضرتك او ما يتقبلهاش؟ يعني النفسيه دي ليها عامل؟ ما اكيد طبعا، ما هو جاي في البدايه بغرض ان هو يرفع وعي، فبالتالي هو لمس انه عنده مشكله في الجزئيه دي، والا ما كانش هيروح اصلا لايف كوتش. طيب دكتور، احنا دلوقتي عايزين نتكلم عن النفسيه في اطار انتشار فيروس كورونا والحجر الصحي والحظر. ازاي ان احنا ما نتجهش للطاقه السلبيه أو لفوبيا الخوف والرعب والذعر اللي احنا نبقى فيه؟ طبعا. أو اللي احنا فيه. أوكي. دايما بقول للمستفيد بتاعي ماذا بالإمكان. يعني أنت دلوقتي هنبدأ يبقى في حالة من الذعر ومن القلق والاكتئاب والخوف. بالزبط. وماذا بعد؟ هو أنت في إيدك إيه تعمله؟ ما فيش حاجة. هل أنت هتقدر تعالج الوباء في الوقت الحالي أو تسيطر عليه أو 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 أو؟ إذن ملوش لازمة فكرة أصل الدنيا كلها باظت، أصل الدنيا وقفت. ما هي طبيعي إن لازم الدنيا تقف. أكيد. لكن اللي مش طبيعي إن أنا أسوأ حالتي النفسية، لأن دي اللي بإيدي أنا. فدايما بسيب اللي في إيدي واللي أنا أملكه واللي يخليني مبسوط واللي يخليني سعيد، وأروح أرمي على الظروف الخارجية والمؤثرات المحيطية. بالظبط. فألف به دايما علشان حالتنا النفسية تبقى أحسن، بشوف دايما إيه اللي بالإمكان.
اللي بالامكان ان انا عندي بيتي وعندي اسرتي، فاقدر اعمل معاهم ايه؟ ايه الحاله اللي ممكن اخلقها جوه البيت فيتحول حاله الاكتئاب اللي احنا بنقول عليها بالزبط. والاحباط والسلبيه لحاله والأكل كويسه. كتير كمان يا دكتور، والاكل الكتير يعني في ظل ظروف رمضان اللي فاتت يعني. فنقدر ان احنا نحسن علاقاتنا بالاسره اللي حوالينا او باسرتنا لو كل واحد فينا بدا يدور على 10 دقائق بس يديها لكل فرد في اسرته، هيكتشف ان على مدار حياته اللي فاتت هو ما كانش يعرفهم اصلا خالص، هو بيعدي جنبهم بالصدفه ما يعرفش تفاصيلهم. هو دلوقتي اتعرف كانه بيتعرف على ناس جديده، دي حقيقه ما يعرفهمش. دي حقيقه، في ناس بتكلمني وتقول لي يعني انا مش عارفه اتعامل يعني مع الناس في البيت، فبقول له والله طب يعني ممكن نحلها ازاي؟ فيقول لي طب انا ممكن اعمل كذا او اعمل كذا او اعمل كذا. فيرجع تاني ويقول لي لا، هو انا مش متخيل ان ده بابا اللي طول عمره عمال يزعق لي ويشتمني ويهزقني ويقول لي روح وتعالى وانت فاشل. لما غيرت نظرتي للامور وتعاملت معاه وبقيت مجبر اتعامل معاه بس حاولت اخليها حلوه، فبدا الموضوع يختلف. لا طب ما هو الراجل كويس، يبقى اذا المشكله كانت فين؟ المشكله في طريقه تواصلي انا ببعت الحياه كمان والظروف الاجتماعيه اللي بتخلي ساعات البني ادم يتعصب، وان هو بيبقى غصب عنه يتعامل مع اولاده بعصبيه او بنرفزه، فده بيخلي الاولاد ياخدوا فكره عنه ان هو يعني خلاص مبقاش متقبل ان هو حتى يتكلم معاهم. مظبوط، مع ان الحياه ابسط من كده بكتير. طيب احنا هناخد اتصال. اوكي دكتوره ولاء. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام. وانت طيبه يا دكتور؟ ربنا يخليكوا حبيبتي. طبعا هو انا يعني بحييكم جدا على اختيار الموضوع بتاع النهارده ده الحقيقه، وتحياتي ليكم طبعا وللبرنامج وللقناه. كنت بس حابه ان انا الفت النظر دايما لفكره ان احنا مش عايزين نحول الموضوع بتاع فيروس كورونا لفوبيا متحركه بينا. احنا محتاجين ان احنا نتعامل بايجابيه اكتر من كده، ان احنا ناخد بالنا من نفسنا زيها زي اي مرض، زي ما بيحصل ان بيجي الشتاء بناخد بالنا من نزلات البرد، بيجي شمس كتيره بناخد بالنا من ضربه الشمس، ناخد بالنا من في انتشار لفيروس سي مثلا بناخد بالنا من الاكل بره. فاحنا محتاجين ان احنا نتعامل بشكل وقائي زيها زي اي مرض بالزبط. بدون ما احول الموضوع لفوبيا او لهلع ما بيننا وما بين بعضنا. ما هو احنا بنحاول يا دكتور ان احنا نتجنب الخوف والذعر اللي موجود جوه كل الناس، ان احنا نتقبل الموضوع بس ما يجيلناش طاقه سلبيه، نحوله لطاقه ايجابيه. والاهتمام في يعني الاهتمام مش وحش. تمام بالظبط بالظبط. الاهم بقى من كل ده ان لازم يبقى في ريكومنديشن مننا للناس او نصيحه مهمه جدا جدا في الفتره اللي جايه، الا وهي ان طبعا الساعه البيولوجيه بتاعتنا كلنا اتضربت في رمضان الحمد لله. وعايزه اقول لحضرتك ان فكره تنظيم عدد ساعات النوم وعدد الانتظام في ساعات النوم ده بحد ذاته بيفرق جدا جدا مع مناعه الجسم. بالظبط. فاتمنى ان احنا نحاول ان احنا نظبط وقت نومنا في الفتره اللي جايه بشكل كويس جدا جدا عشان اقدر ان انا احافظ على اي جزء من مناعتي الخاصه بي. ونحافظ على جهاز المناعه لان هو ده في حد ذاته ده هيبقى الوقايه لينا من الاصابه باي حاجه. تمام، لان ابسط الاسباب زي ما بيقولوا حاجه سواء للكبار او للصغيرين ان فعلا المناعه بتتحدد فعلا بقوه الصحه العامه وبنسبه الفيتامينات اللي موجوده في الجسم، زائد كمان عدد ساعات النوم بيأثر جدا على ضعف الجهاز المناعي في الجسم. تمام. تمام، شكرا ليكي دكتوره ولاء، وميرسي جدا على اتصالك، وكل سنه وانت طيبه. نرجع لموضوعنا تاني. يمكن دكتوره ولاء قالت ان احنا يعني حته الخوف والذعر والفوبيا زياده عن اللزوم. بالظبط، دي حاله زياده عن اللزوم، فاحنا عايزين نتجنبها ونتعامل ان هو يعني مرض عادي جدا، بس احنا محافظين شويه او مهتمين شويه، فده مش وحش، بالعكس ده هيدينا طاقه برضو ايجابيه ان احنا نقدر نتعامل ونتعايش مع المرض ده في اطار الظروف اللي احنا فيها. خليني اقول لك فكره الكورونا هو خطره الاساسي هو في سرعه انتشاره. بالظبط، مش في ان هو فيروس قاتل، هو يعني هو قتله او فاتكه في سرعته. لكن عايز اقول لك ان دور البرد العادي بيموت اكتر بكتير من عدد بالزبط. الناس في ناس ساعات بيجي لها برد وحمى وفي الاخر بتنتهي بالوفاه. بالظبط، عايز اقول لك كمان في امراض مرت على العالم زي الطاعون مثلا الايبولا السارس، الحاجات دي كلها حرفيا قضت على ملايين من البشر وفي وقت قياسي وما كانش ليه علاج. فهنا احنا ربنا منع علينا بان احنا نقدر نعالج نفسنا. طب نعالج نفسنا ازاي؟ بان احنا بس نلتزم بيتنا، ما نخرجش الا الضروره. بالظبط، الأبوره دايما في أي حاجة بتحولها من الإيجاب للسلب. يعني عدم اهتمامي المبالغ فيه وانزل بقى ولا وانا هنزل الشارع واصلا منعتي زي الفل محدش فينا يضمن مناعته. بقول لك ايه، ما خلاص بقى ما احنا كده كده مهتمين والعدد بتزيد والفيروس بينتشر. لا بالعكس،
حافظ انت، لان انت هتحافظ على بيتك وعلى اسرتك وعلى الناس اللي حواليك. ما تقولش ان انا لا يعني ما هو كده كده ما انا محافظ بس بينتشر، ما كده كده ما انا عندي جهاز المناعه كويس ايش عرفك. يعني انت ممكن بالظبط ما حدش بيضمن اي حاجه دلوقتي. خليني اقول لك كمان ان حرفيا كل واحد فينا ممكن يتحول لسفاح. نزول الشارع بدون داعي وبدون امر ضروري صح. ممكن ارجع حامل المرض وتبقى مناعتي كويسه جدا واذي اسرتي واهل بيتي وابويا وامي ودايره كامله تتدمر، واكون انا سبب في ان حد فيهم يكون مناعته سيئه او مصاب بمرض مزمن فيكون فيروس كورونا سبب وفاته. بالذات الناس الكبيره جهاز المناعه عندهم مش ضعيف مظبوط، يعني مش قوي زي اللي في الثلاثينات واللي في والاطفال الصغيره. فلما انا بخرج من البيت لازم ان انا ابقى نازله للضروره لشغلي مظبوط. ما بنقولش حاجه الناس تنزل شغلها وتشتغل وكل حاجه، بس برضو لازم تبقى في حمايه ان هي لابسه الكمامه وما تقربش من حد قوي وتبقى كل شويه تغسل ايديها والكحول ان هي تطهر ايديها كل شويه، ليه؟ حفاظا على نفسك وحفاظا على الناس اللي انت راجع لهم البيت. يعني مظبوط، هم مش عارفين انت كنت بتتعامل مع مين بره. مظبوط، لان ما حدش في الدنيا هيجبرك انك تحافظ على صحتك. صح. يعني انا الوحيد اللي اقدر اقيم حالتي وظروفي وحياتي، وانا الوحيد اللي اقدر احافظ على صحتي سواء النفسيه او الجسديه. طب احنا مطلوب مننا العامل النفسي واتكلمنا عليه انك ببساطه تقدر تتحكم فيه. طب الحته الثانيه الاهم، الحته الجسديه، تتمثل في ان انا البس الكمامه، فكره المطهرات بالشكل المعقول برضو، لان خلي بالك يعني في حالات وفاه حصلت بالفعل بسبب استخدام المواد المطهره بشكل خاطئ. فدايما فكره البالانس او فكره التوازن المعقول. ما ده كان بيرجع يا دكتور للخوف شويه، هم من كتر خوفهم فكانوا بيستخدموا المطهرات والمنظفات بشكل بشع طبعا، ولكن زي ما حضرتك بتقول يبقى في بالانس ان انا مهتم وبحافظ على النظافه، بس ان انا لازم اخلي بالي برده مش من كتر استخدام المطهرات او الكحول هو ده اللي هيمنع ان الفيروس يجي لي. لا، كل حاجه يعني معادله، مش لازم ان انا افور قوي علشان كده انا خلاص انا تمام كده، لا خالص، هي نسبه وتناسب. النصيحه بقى اللي نقولها للناس هنا واللي كانت السبب في ذعر الناس وخوفهم زياده عن اللزوم هي ان هما بيلجأوا لمصادر مش مظبوطه وغير طبيه وغير رسميه وياخدوا منها استخدام المطهرات او بالزبط. غيره. فلاقي حد يقول لك والله ده انت لما تشرب ميه بملح فانت بتقتل الفيروس مية قبل ما يموت. ميه مغليه بملح ونص ليمونه. لا، هو صح، مش بنعمل مخلل يعني. لا، هي القصه مش كده. فدايما يا جماعه روحوا للمصادر الطبيه الرسميه، منظمه الصحه العالميه، الاماكن اللي تبدا تقول لك والله ده استخدامه ايه، التاثير بتاعه بعد استخدامه هيبقى شكله عامل ازاي. يعني من الكوارث اللي انا شفتها وكانت سبب في حاله وفاه شخص على السوشيال ميديا لما حط كلور على ماده كيماويه ثانيه فلاش تقريبا فبتعمل كارثه. فقول لك اصل احنا كده هنطهر اكتر. لا، هو مش بكتر المطهرات واستخدامها في بعض، ولا انا امشي اشرب كلور طول الوقت بالظبط. احنا فعلا في ناس وصلوا لنا ان احنا هنشرب الكلور بعد كده. لا، ده مش منطقي بالمره. مش منطقي، ممكن يؤدي الى اصابات في حاجات ثانيه. يعني ما الكلور ده برده ليه اعراض مش كويسه، فكتره مش حلو. اكيد يعني طبعا. ده اولا بيعمل ضيق تنفس. يعني انا عندي ناس من كتر ما كانوا بيستخدموا الكلور بشكل غير طبيعي غير طبيعي والله يا دكتور، يعني حتى مش بيخففوه بنسبه ميه، يعني هو بتبقى برده نسبه يعني نقطتين كلور مع ميه اكتر، لا هم بيحطوا الكلور اكتر وشويه ميه صغيرين، جالهم ضيق تنفس. ده بسبب الوصفات العشوائيه بالظبط، اللي هو فلان قال لي وفلان قالت لي، خلاص نفسهم ان هم عندهم فيروس كورونا، جالهم مش قادره تاخد نفسها وبتكح وبتاع. لا، ده من الكلور اللي انت بترميه بنسبه غير طبيعيه، وده غلط. ما انت كده كده بتصيبي بحساسيه في الصدر. طب ما انت بدل ما تعالجي حاجه انت بوظتي حاجه ثانيه. مظبوط. فيعني احنا بنتكلم في حته ايه، نسبه وتناسب. يعني عايز اقول لك ان ده ليه علاقه قويه جدا بفكره الكوتشنج، هي فكره حاله الوعي المنخفض، ان انا باخد وعي بستمد وعي من مين. صح. يعني مش منطقي ان انا اشوف حد كاتب بوست على السوشيال ميديا لا انا عارف مين اللي كتبه. صح. ولا انهي شركه ادويه اللي قالت، ولا انهي دكتور اللي قال نستخدم العلاج ده او الماده دي واروح له، فمعناها ان انا كمان وعي منخفض زيه. ما انا لما استمد وعي من وعي منخفض احنا عندنا مشكله عندي. كل ما نلاقي حد منزل بوست في اي حاجه لازم ناخده ونشيره ونقول ده في كذا وكذا ونعمل بيه. لا، طب ما احنا فعلا ناخد المعلومه من المصدر نفسه. مزبوط. زي ما حضرتك قلت من شويه ان انا اخد المعلومه من منظمه الصحه العالميه، لان هي اكتر
مصدر عارف كويس قوي ازاي ان انا اطهر بيتي، ازاي ان انا احافظ اعمل ايه في ان انا ما اصابش بفيروس الكورونا. فانا اخد المعلومه من المصدر ده، لكن ما اخدهاش من على حد من على الفيسبوك او على الانستجرام كاتب انت تشرب مش عارف ينسون بالعسل طول النهار وتتغرغر بيه، انت تشرب ميه بملح وليمون وتتغرغر بيها، لا انت تشرب ميه سخنه على الريق طب احنا ناخد بقى المعلومه من مين؟ اكيد من منظمه الصحه العالميه. صح. وحكومات العالم انفقوا مليارات الدولارات علشان حد يعمل بحث ويعرف ويكتشف. صح. هو الفيروس بيموت ازاي؟ مش من على حد قاعد على السوشيال ميديا. صح. فبيكتب بوست يا جماعه موتوه بالكلور، موتوه باليانسون. موتوه مش عارف بايه، فلا مش منطقي طبعا. فدايما بنقول للناس يا جماعه روحوا للمصادر الرسميه. صح. على الاقل انت هتبقى مطمن انك واخد من المصدر. في دراسات وفي ابحاث لمصدر موثوق منه. مزبوط. لكن ما ياخدش المعلومه من اي حد. مظبوط. نرجع بقى يا دكتور، احنا بنستخدم السوشيال ميديا في طبعا زي ما لسه بنتكلم دلوقتي في التيك توك والانستجرام والفيسبوك والحاجات دي، وطبعا احنا يعني مش هنقول ان احنا مش قادرين نزور اسرتنا الاسر بتاعتنا، فازاي نستخدم السوشيال ميديا؟ او انا بقول هل ممكن ان احنا ممكن نستخدم السوشيال ميديا في التواصل مع اسرتنا؟ يعني هل حتى يعني هنقول ان هو نوع من تنميه الصله بين الاسر وبعضها، فهل ده يعني اسلوب ايجابي ولا مش هيجيب نتيجه ولا ايه؟ طيب. بالظبط يعني قصدي بدل ما انا بنقعد على الفيسبوك وعلى السوشيال او على الانستجرام والحاجات دي، ممكن ان انا اتواصل مع اسرتي، ان انا نتكلم فيديو كول، ان احنا ممكن ان يبقى في تواصل بيننا اكتر من ان انا اعمل حاجه تانية. يعني في الاصل السوشيال ميديا اتعملت للتواصل الاجتماعي، ولكن بسبب استخدامنا الخاطئ اتحولت لشبكات دمار اجتماعي. بالظبط. ولكن جت ازمه كورونا عرفتنا لا، طب ما هي السوشيال ميديا برضو كويسه. يعني هتلاقي ان كل الناس شغلها اتحول اونلاين، وكل الناس بقى بتشتغل من البيت. بالظبط. والدراسه كله اونلاين، كل الناس بقى بتدرس اونلاين. طب يا جماعه، طب ما السوشيال ميديا جميله هي، وينفع نتعلم عليها وندرس عليها ونعمل شغلنا عليها ونوفر وقت ومجهود ومواصلات وحاجات كتير قوي. صح. يبقى اذا المشكله ما كانتش في السوشيال ميديا على قد ما استخدامنا الخاطئ ليها، استخدام السيء. فاجبرتنا الازمه اللي احنا فيها ان احنا نستخدمها بشكل كويس، فاظهرت نواياها الحسنه او الجيد فيها، ايجابياتها. فنقدر نستخدمها بشكل كويس. طبعا انت هتلاقي دايما دلوقتي الناس بقت شغاله فيديو كول طول الوقت. بالزبط. فيديو كول طول الوقت بيطمنوا على بعض، اللي مش عارفين يزوروا بعض او اللي مش عارفين يتقابلوا او اللي مسافر او اللي مسافر بره مصر ومبقاش عارف ينزل بسبب. بالزبط. الظروف الحاليه. فليها جانب ايجابي، لكن فكره بقى التيك توك ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، ده جانب سلبي. دايما بقول للعميل والمستفيد بتاعي، شايف احفادك لما يشوفوك في المستقبل بالصوره الحاليه دي هتبقى مبسوط؟ لا طبعا. نفسيا مش مهم احكام الناس، مش مهم اراء الناس. بالزبط. انت كشخص الفعل ده هتبقى مبسوط بيه في المستقبل او لا؟ فدايما قيم انت قدام حابب يبقى مكانك شكله عامل ازاي، مكانتك عامله ازاي، حالتك النفسيه وسيرتك تبقى عامله ازاي. صح. ده اللي هتعمله دلوقتي عشان تشوفه قدام. والله يا دكتور هو انا ساعات بلتمس لهم العذر، ساعات، بس انا مش معاهم. يعني انا بلتمس العذر ان الناس تبقى قاعده في البيت خايفه يجي لها اكتئاب فبتقوم تعمل اي حاجه، بس يعني انا مش مع الموضوع ده، يعني انا ضده. ما اي حاجه دي ليها حلول بديله. يعني مثلاً بالعكس، انا ممكن اقعد مع اولادي نتفرج على فيلم، نتكلم، ما كناش بنتكلم قبل كده اصلا، يعني ممكن نعمل اي حاجه، بس مش ان انا اقوم اعمل تيك توك انا ولادي واقعد اتنطط وتقف. بصراحه دي انا ضد الموضوع ده، مش عشان ولادي، يعني زي حضرتك بتقول نظره الولاد، نظره المجتمع، نظره زمايلي، نظره اسرتي، ما يعني برضو نظرتي الاول قدام نفسي. حوالينا ناس كتير، نظرتي قدام نفسي، يعني انا بصراحه بقول دي يعني تفاهه، انا بصفها بالتفاهه. بس انا بقول لك برضو في نفس الوقت انا ساعات بلتمس لهم العذر، بس انا مش معاهم، انا ضد الموضوع. يعني هي المشكله مش في البلاتفورم نفسها، او التيك توك او التوك او غيره او فيسبوك او اي منصه ايا كانت، لا، هي المشكله في استخدامي ليها. ما هو حتى لو المنصه سيئه، انا ايه المشكله ان انا يبقى استخدامي انا عليها عادل وكويس؟ يعني احنا ممكن نعمل التيك توك بس حاجه مفيده، حاجه كويسه. ما هتلاقي اكيد عليه ناس. صح. كويسه، يعني هتلاقي فيه عليه نماذج لا بترقص ولا بتتنطط ولا بتعمل حاجات خارجه او الفاظ خارجه او تقليد. بالزبط. اعمى او ما هو اي منصه في الدنيا هي معموله الاصل فيها للتواصل. تمام. احنا اللي بندمر المحتوى بتاعها. بالظبط. طيب زي احنا فكرة اللي بنستخدمها باسلوب سيء، لكن هي ممكن تستخدم باسلوب كويس جدا وايجابي. ده يرجع لي انا، مش مهم الناس كمان بتعمل ايه. بالزبط. يعني دايما انا وجهه نظري مش مهم الناس بتعمل ايه، المهم انا حابب اعمل ايه. صح. هل هتبع القطيع ولا انا حاله منفرده، انا ربنا خلقني مميز ليه اتبع الناس. صح صح.
طيب دكتور، ما احنا كنا برضو بنتكلم دلوقتي ان السوشيال ميديا احنا دلوقتي بقينا نستخدمها بشكل ايجابي. كنا الاول بنقول ان الولاد ما بيقعدوش مع اهاليهم بسبب السوشيال ميديا ومش موجودين في البيت، موجودين في البيت زي مش موجودين في البيت، ده بيرجع برضو للاستخدام السيء للسوشيال ميديا. جزء كبير السوشيال ميديا، وجزء تاني طريقه تواصل الاهل شويه مع الاولاد. مهما كان الطفل واعي وفاهم، عمره ما هيطلع لمستوى تفكير الاب صح. او الام. فدايما الاب والام عايزين ابنهم يطلع لهم، يطلع لدماغهم ولعمرهم ولخبرتهم، وده مش هيحصل. من هنا بتحصل المشكله. يا دكتور، زمن غير الزمن، زمن غير الزمن، يعني زي ما انت بتقولي، احنا في تطور. احنا على ايامنا كان حاجه، على ايامهم كان حاجه، الجيل اللي بعدينا حاجه، يعني كل زمن وليه تطوراته وليه سيكولوجياته. فمش هينفع ان احنا ان ابني لازم يطلع زي او بنتي لازم تطلع زي. ممكن تاخد مني حاجات بس مش تطلع 100% انا. اصلها مش نسخه بكربون. هو ربنا بالزبط. زي ما قلت لك من شويه، خلق كل واحد هو مميز. ربنا خلقنا كلنا كبشر صح. مع عددنا كل واحد فينا مميز صح. وخلقه لسبب ما، وهو عنده مميزاته الكافيه. لكن في حته الاسره دي افضل حاجه نعملها ان الاب والام ينزلوا لتفكير الاطفال مش العكس. صدقيني حاجات كتير قوي هتختلف لو عاشوا بروح الطفل معاهم، مش فكره بابا وماما وصواب وعقاب. لا، هو فعلا لو الاب والام نزلوا للاطفال لعقليتهم ودماغهم واسلوب حياتهم، بالعكس هم هيتبسطوا كمان. يعني هو حتى هيحس ان هو لسه صغير، ممكن يعمل اي حاجه، بيتعايش مع ابنه، بيشوف هو بيعمل ايه، ايه الحاجات اللي انا ما كنتش بعرفها عن ابني او بنتي في البيت فانا بدات اعرفها. فعلا ده بيحصل. يعني طول ما انا الواحد قاعد في البيت بيشوف مثلا ايه، بياخد باله، انا بنتي بتعمل كذا، ايه ده انا ما كنتش عارف انها عندها تقدر انها تعمل ده، انا ابني عنده مش عارف ايه. ممكن يعني مجرد ان انت تقعد تتكلم معاهم، انت ما تعرفش مثلا ابنك او بنتك عندهم ثقافه ايه، ممكن يتكلموا في مواضيع ايه، ممكن يتفرجوا على ايه، او كانوا بيتفرجوا على ايه وانت متعرفش. فكل ده يعني انا شايفه، يعني هو دايما بيقول لك ايه، يعني مصايب قوم عند قوم فوائد. مظبوط. يعني يمكن انتشار الفيروس ده وباء، وربنا يا ربي يزيله عننا باذن الله وعن كل الدول العربيه، ولكن هو عمل تواصل بنسبه 100% بين الاسره وبعضها. علمنا قاعده مهمه، وده ما كانش موجود اصلا، يعني يكاد يكون كان معدوم. علمنا قاعدة اسمها وهم وادعاء مشغوليات الحياة. بالظبط. فاكتشفنا ان مع الأزمة انا ينفع اقعد في البيت عادي جدا، وانا ينفع اقعد مع اسرتي، وينفع اقعد مع بابا وماما واخواتي، وينفع نتكلم، وينفع نشوف تلفزيون سوا، والزوج يقعد مع زوجته ويستوعبوا بعض اكتر. يعني من الحاجات اللي انا كنت دايما بشوفها قبل الأزمة، تلاقي الازواج يا ده احنا مش طايقين قعده البيت بالزبط. وانت يا رب تنزل تقعد على القهوه والراجل عايز انزل ما بين البيت، الراجل لا انا مش قادر اقعد خلاص. ما انتوا قاعدين هنا ما شفتش حد اشتكى على السوشيال ميديا. والله انا شايفه ان الناس بصراحه كل الزوجين قاعدين في البيت يعني زي الفل. مظبوط. ودي حاجه الحمد لله، ان يعني حتى يعني في ناس بتقعد تنزل حاجات على السوشيال ميديا ان بعد الكورونا هنكتشف نسبه مش عارف طلاق ايه. لا بالعكس، انا شايفه ان نسبه الاستقرار والتفاهم بين الزوج والزوجه في الفتره دي انا شايفاها كويسه جدا. عشان رجعنا يعني لقعده زمان اللي أيوة. افتقدناها في اخر 10 15 سنه. بالظبط. يعني احنا فعلا يعني انا كست كنت مفتقده جوزي بقالي، يعني بنشوف بعض بالصدفه، يعني احنا معديين في البيت كده واحنا قاعدين في كافيه مثلا، لكن ككلام وكاسره وكصله جامده لا، دي اتكونت او تطورت او يعني بقت بزياده قوي في الفتره اللي فاتت دي. دي حقيقه. يعني فاحنا مش هنقول يعني فيروس كورونا عمل في الزوجين ايه، بس بالعكس هو افاد كل الناس اطلاقا. انا شايف انه على وعي الناس جدا. بالظبط. في اتجاهات كتير بقى، سواء في تعليم او في اسره او في اصدقاء او غيره. وبداتي كمان انت تعملي عمليه فلتريشن لما ارجع بقى بعد كده بعد الازمه. بالزبط. هو ايه اللي هيكمل معايا من الحاجات دي، وايه اللي هيقع مني، اللي هيقع مني، وايه اللي مش عايزه بقى خالص، واللي كنت صح. بعمله غلط ومش هكرره. فلا صح. انا شايف ان هي ممكن تبقى ازمه، بس دايما اي ازمه هي دايما جواها منحه. بالظبط. طيب دكتور بقى، عايزين نقول للساده المشاهدين او لكل الشعب المصري، ازاي ان انت ما تصابش بطاقه سلبيه، ازاي تصاب بطاقه ايجابيه. يعني انا باكد تاني على المعلومه، بس ان تقريبا نص الشعب عنده طاقه سلبيه وما عندوش اي احساس ان هو ممكن يعني يتعايش ويعيش وكده. فاحنا عايزين نديهم ايه اللي ممكن يعملوه، يعني من وجهه نظرك ايه اللي هم ممكن يعملوه، ايه الحاجات الجديده اللي عند حضرتك او من وجهه نظرك ان هي ممكن تتعامل في الظروف اللي احنا فيها.
بص، هي الفكرة مش في وجهة نظري، الفكرة دايما ان كل شخص عنده مهارات مختلفة، تمام، وكل بيت غير التاني. احنا هنتكلم في العموم، ولكن بشكل عام، بشكل عام كل واحد يبدأ يدور على الناس اللي حواليه، على القرايب اللي احنا بقالنا 90,000 سنة ما بنسألش عليهم، نجدد نوع العلاقات ما بيننا وما بين الناس، نرتب أولوياتنا مع الناس، هتلاقي الموضوع اختلف كتير قوي. نبدأ ندور على هوايات جديدة، احنا بقى عندنا كم كبير من الوقت غير مستغل دلوقتي، فإما تستخدمه بشكل كويس تخرج من الأزمة، اللي مخلص بقى كورسز واللي اتعلم حاجة جديدة واللي اتعلم حرفة جديدة واللي اتعلم مهارة جديدة، صح، أو هتقضيها طول الوقت على أفلام وفي النهاية تخرج بنفس الحالة ويمكن مكتئب أكتر. بالظبط، مش عيب انك تتفرج على السوشيال ميديا ولا التلفزيون ولا افلام ولا مسلسلات او غيره، لكن العيب ان يبقى نمط الحياه ال 24 ساعه بالشكل ده. صح، ما ده هيجيب اكتئاب. بالظبط، لان الاستمرار على شيء واحد والمبالغه فيه هيصيبني بالملل ثم الاحباط ثم الاكتئاب. بالظبط. طب ايه الحل؟ التنوع، ان النهارده اتكلم شويه مع اولادي، اتفرج على التلفزيون شويه، اتعلم حاجه جديده شويه، واربطها بقى باوقات ثابته، اللي هو احنا النهارده عندي مثلا هقرا جزء من كتاب وهتكلم مع فلان في التليفون وهلعب مع ابني شويه. التنوع ده هو اللي هيخلي حاله الاحباط والملل تقل عندنا كتير يعني. تمام. طيب دكتور، نصيحه. نصيحه؟ نصيحه، نصيحه لينا كلنا. دايما بقول للناس اتقي ربنا في نفسك. صح. لان محدش هيخاف على صحتك ولا نفسيتك غيرك. صح. لان اقصى حاجه الناس هتيجي تقولها لك معلش. بس ومش مستنيين معلش من الناس. خلاص يا دكتور، والله الناس ما بقتش يعني، انا كل واحد ما بقاش عايز واحد يقول له معلش ما تزعلش خالص. لا يعني، هو كل واحد هو اللي هيحافظ على نفسه وهيخلي باله من نفسه. بالظبط. نفسيا وجسديا ومعنويا وكل حاجه. عشان كده القاعده بتقول طز في اي حاجه تزعلك. صح. مش في الاشخاص، عشان بس يبقى الكلام واضح، طز في التفاصيل والحاجات التافهه اللي ممكن تزعلك، لان الحياه اقصر من ان احنا نحولها لحاله من الحزن والكآبة. دايما يا دكتور بيقول النكد بيأثر العمر وبيكبر طبعا، وسبب كل امراض الدنيا هنا يعني. طبعا. يعني السكر والضغط والجلطات والحاجات دي كلها، كل دي سببها النرفزه والزعل والعصبيه. والله الحياه قصيره جدا وبسيطه جدا. صح. ولكن احنا اللي بنعقدها. يعني مثلا لما حد يتعرض لمشكله، طب ما خلاص حصلت، ليه عيش جواه؟ لا، بياخدها بقى على صدره، على اعصابي، وانا ازاي تعمل معايا كده واشمعنى انا كده. فالقولون يتعصب، السكر يعلى، الضغط يعلى، فخلاص دخل في غيبوبه، فالموضوع كبر منه. اي مشكله بتحصل لك مهما كانت مستحيل تكون نهايه المطاف. صح. نهايه المطاف هو انتهاء حياتك، وطالما انت لسه فيك نفس يبقى تقدر تعمل كتير جدا. فايا كانت المشكله طز في اللي يزعلك، وعيش حياه صحيه ونفسيه سعيده، وكل سنه وانت طيبين. وانت طيب يا دكتور، وشرفتنا ونورتنا في العيد، وعيد سعيد عليك يا رب وعلى اسرتك بالخير، ويا رب ان شاء الله نتقابل تاني في ظروف احسن من كده، ونستفيد طبعا من دراساتك وخبرتك. وبشكرك جدا جدا على وجودك معانا. بشكرك دكتور عبد الله ربيع، لايف كوتش وخبير علاقات. شكرا ليك، كل شكرا سنه وانت طيب. انتظروني بعد الفاصل في فقره تانيه مع المعجزه الجميله الصغيره في السن، معجزه الانشاد مع احمد. فاصل، استنوني بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعانا فقرتنا الثانيه، المعجزه الصغيره، الموهبه الجميله جدا، في معانا احمد رأفت، موهبه في الانشاد والقران. النهارده معانا احمد، هيحكي لنا بدا الانشاد امتى، وازاي نمى الموهبه دي، وهل خد كورس ولا دعم ام الوالد والوالده ليه ولا لا، وهنعرف منه كل التفاصيل دي معانا في الفقر. ازيك يا احمد؟ كل سنه وانت طيب. عيد سعيد عليك يا رب. يا رب يا حبيبي. قولي بقى يا احمد، انت انا عارفه ان انت عندك موهبه في الانشاد يعني جميله جدا. عايز اعرف الموهبه دي بدات من سن كام؟ وانا كان عندي 8 سنين يعني، بدات يعني انمي موهبه الانشاد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم يعني. عليه الصلاه والسلام. يعني وكم؟ فحبيت يعني ان انا والانشاد برضو بيوصل رساله للناس. مثلا يعني بيوصل رساله للناس ان هم مثلا يحبوا الرسول، ويوصل وكذا رسالات يعني في الانشاد وكده. طيب قولي، انت خدت كورس في الانشاد ولا يعني مين اللي نمى عندك موهبه الانشاد؟
هو الاول كان ابويا وامي يعني كانوا بيدعموني ان انا اخش الانشاد وكده، وهم دعموني الحمد لله وخشيت المدرسه وكده وبطور من نفسي ان شاء الله يعني. طيب انا عرفت ان انت خدت كورس في مدرسه الانشاد الديني صح كده؟ صح. ولسه مستمر بتاخده ولا توقف طبعا عشان الكورونا؟ لا توقف عشان كورونا. ايوه هم وقفوه يعني عشان كورونا وكده، وان شاء الله نكمل يعني ان شاء الله الازمه دي باذن الله. ان شاء الله الازمه تعدي وتكمل. طيب قولي انا عرفت ان انت برضو من قبل الانشاد كان القران صح كده؟ كان اساسي قران. بس انا حبيت يعني زي ما بقول لحضرتك حب الرسول كده يعني ان انت توصل رساله للناس عن طريق الانشاد. ايوه. طيب سمعني بقى قولي هتقولي ايه النهارده الانشاد في حب الرسول؟ انت نور الله فجر. عليه الصلاه والسلام. اتفضل. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء. أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هادي وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي، من به أبصرت دربي، يا شفيع يا رسول الله، أيها المختار فينا، زادنا الحب حنينا، جئتنا بالخير دينا، يا ختام المرسلين، يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. برافو يا احمد، برافو ما شاء الله عليك، صوتك حلو قوي. قولي بقى بابا ايه رايه في موضوع الانشاد؟ هو بابا وماما اللي مشجعيني يعني، هما حابين الموضوع ده، هما برضو اللي كانوا السبب يعني ايه في غرس الموهبه بتاعتي، هما اللي كانوا السبب في ان انا احب الانشاد وكده. يعني هما اللي حببوك في الانشاد من وانت عندك سنتين. صح كده؟ هما اللي حببوني في الانشاد، خلوني يعني احب الانشاد، وانا حاسين الانشاد هو يعني ايه اللي هيبني مستقبلي واتقرب الرسول برضو كده عليه الصلاة والسلام. طيب قول لي بقى انت عندك كم سنة؟ عندي 12 سنة. 12 سنة ما شاء الله. نفسك تطلع ايه؟ دكتور اسنان. دكتور اسنان؟ ماشي. طيب بصي يا احمد، انا عايزاك بقى دلوقتي تقول لي حاجة تاني، بس علي صوتك بقى كده، ها عايزة صوت جهور كده يعني. قمر سيدنا النبي، قمر وجميل سيدنا النبي وجميل، قمر سيدنا النبي، قمر وجميل سيدنا النبي وجميل، وكف المصطفى كالورد نادي الله الله،
وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها للعباد حبيب الله يا خير البراء يا قمرون 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 سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. برافو عليك. انا يعني انا مش عارفه اقول لك ايه، صوتك جميل جدا واحساسك حلو قوي. شكرا. يعني عارف انا يعني انا خلاص يعني مش قادره، بس يعني مهما قلت لك بصراحه صوتك واحساسك عالمي. قولي بقى ناوي على ايه؟ يعني ايه اللي نفسك تعمله؟ نفسي يعني اطور من موهبتي عشان ويكون لي يعني جمهور كبير جدا يتابعوني كده. ان شاء الله يبقى ليك جمهور وهيبقى ليك ناس كتير قوي بتسمعك، لان انت فعلا صوتك حلو قوي. ان شاء الله. اللي بقى طلعت في لقاءات قبل كده؟ اه طلعت في لقاءات. فين بقى؟ مصر. بصي احمد المايك اهو امسكه عشان صوتك بس. طلعت في قناه مصر البلد وقناه مصر البلد. اه مصر البلد قناة الناي لايف ومديح، قناة المديح. حلو. يعني ده 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 مش أول لقاء ليكي، طلعتي لقاءات كتير. طب يعني أنت ليك جمهور أهو، ليك شعبية والناس كلها بتسمعك وتحب إن هي تشوفك وتسمعك وتعمل معاك لقاءات وكده. أيوة. يعني أنت لازم تنمي الموهبة دي، لأن أنت فيها جميل جدا وصوتك حلو وإحساسك حلو برضه، هقول لك العاشر مرة. فأنا عايزاك تنميها أكتر من كده. إن شاء الله. طيب هتقول لنا إيه تاني بقى؟ أغنية أمدح المكمل. طب يلا. أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول. أمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول. الغمام ظلل دونه يحول من به تمثلنا لكل سول صاح سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور صاح سر مجدا نحوه وزور وارجو مستمدا للمحب نور صاح سر مجدا نحوه وزور وجهه المفدى أخجل البدور حسنه تبدى زادنا سور وجهه المفدى أخجل البدور حسنه تبدى زادنا فهو لا محالة فهو لا
صادق المقالة ربنا أنالا من رأى جمالا فاز بالحبوب. برافو يا أحمد، برافو، ما شاء الله عليك، يعني الله أكبر عليك، ربنا يحميك يا رب دايما كده وتحقق كل اللي نفسك فيه إن شاء الله. طيب احنا هينضم لنا دلوقتي منشد، المنشد حسين هينضم لنا ان هو يقول لنا حاجه انشاد بمناسبه العيد وان هو يبقى موجود معانا، فهنستقبله، خليكم معانا. هو على التليفون. طيب اتفضل اتفضل يا استاذ حسين. ماشي، كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم، هتقول لنا هتقول لنا ايه بقى يا حسين؟ هقول ان شاء الله قصيدة قمر. هتقول ايه؟ قصيدة قمر ان شاء الله. اتفضل اتفضل. واجمل منك لن ترى قط عين، وافضل منك لن تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قمر 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 سيدنا النبي، قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا، الله الله تنال الشمس منه البتورا، الله الله ولا ظل له بل كان نورا، الله الله تنال الشمس منه البدور، الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، ولم يكن الهدى لولا ظهورا، حبيب الله يا خير البرايا. شكرا ليك يا حسين، كل سنة وانت طيب. نرجع تاني بقى يا احمد، ايه رأيك في الآلة حسين ده؟ جميل جدا طبعا. حلو؟ اه يعني صوته حلو، يعرف طبعا ينشد وكده. ايوه طبعا. طب قولي انت لما جيت خدت الكورس بتاع الانشاد اول حاجه بيعلموها لك ايه؟ بيعلموني السلم الموسيقي، وعشان اقدر يعني ايه اتعرف على المقامات واغني وكده. تعرف تعلق امتى وتوطى امتى ايوه صح؟ دي اول حاجه بتتعلم. دي اول حاجه بتتعلم. وبعدين بتعمل ايه تاني؟ وبعدين بقى بيجيبوا لنا مرشحات كده بيدربونا عليها. بيدربونا عليها ونتدرب عليها ونحفظها وكده ونقولها بقى حلو يعني كده. تقولها بالطريقه اللي المدرس بيقول لك عليها، تقولها ازاي؟ يعني هو بيقولها قدامك وبعدين انت تقول زيه؟ ولا هو بيقولها لك وانت تقولها بطريقتك؟ لا هو بيقولها لي وانا اقولها زيه. زيه بالظبط. زيه بالظبط. طيب هتقول لنا ايه تاني بقى؟ طب استنى هناخد اتصال. طيب. ونرجع نكمل. ام صلاح الو؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه طيبه يا استاذه شريف. وانت طيبه يا ام صلاح واسرتك بخير يا رب. عامله ايه؟ الحمد لله. انا متصله عشان احيي احمد واقول له كل سنه وانت طيب، واقول له ما شاء الله عليك ولك بسم الله ما شاء الله لك الا بالله. جميل 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 الشاي بتاعه ده. شفت عشان تعرف ان انت ليك جمهور اهو. يا ريت يكون بيحفظ القران ويتوج هذا العمل بتاعه بحفظ القران. لا هو حافظ، هو حافظ قران يا ام صلاح، هو اساسا حافظ القران. يا رب يتم عليه وما شاء الله ولا قوه الا بالله. الله اكبر عليه. شكرا على اتصالك يا ام صلاح. شفت بقى اديك بقى ليك جمهور ومتابعين اهو. شفت بقى؟ قولي بقى هتسمعنا ايه؟ محمد نبينا. محمد نبينا؟ عليه الصلاه والسلام. اتفضل. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي فضله ماشي
يشفع له فيما ماتوا. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالات تمام، والحبيب مسك الختام، وفي صلاتي وفي حياتي بدع صلي وراك. يا حبيبي يا طه يا مجم المتاهة، غيرت الدنيا في عينينا في ليلة وضحاها. يا حبيبي يا طه يا مجم المتاهة، غيرت الدنيا في عينينا في ليلة وضحاها. جميل جميل. طب وايه تاني هتقولي؟ ايه تاني؟ بس انا عايزاك بص كده اتعلي صوتك كده، يعني عارف عايزين نسمع بقى. انت صايم يا احمد؟ اه بجد؟ والله طب ما شاء الله عليك، هو باين عليك عشان صوتك يعني واطي شويه. ايوه حاول بقى، حاول نعلي الصوت شويه. يلا من جوه بقى من الاعماق. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفة عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلبي ورفقا، صلي على محمد السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغارح رأى تألق، يبكي يسأل خالقه، فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. برافو يا احمد، عايز اقول لك انت نورتني وشرفتني النهارده، وربنا يوفقك ودايما كده يعني تنمي الموهبه دي اكتر واكتر، ودايما تطلع في التلفزيون، ويبقى ليك معجبين وناس متابعين ليك، وهو احنا موجودين طبعا دلوقتي والناس كلها بتتفرج عليك، ودايما يا رب كده موهوم، وربنا يحفظك يا رب، وكل سنه وانت طيب، وعيد سعيد عليك وعلى بابا وماما بالخير يا رب. ما تاكلش كحك كتير. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه، وكل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير وسعاده يا رب، عيد فطر مبارك عليكم. وبشكر كل زملائي في الكنترول والاستوديو، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب بخير وسعاده. بشكر مخرجنا الجميل وليد عماره، وبقول له كل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى اسرتك بالخير يا رب، وكل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير.